كانت ماشي فاهمين كاينه امور داخليه بيناتكم وانتم تتفاهموا على الاطار المعين صافي عندكم شومبر في الروضه راه هي كاين راه نهرتني على حوان السيروب ديالها عندكم فين تصطفيو راه عندكم جبهه ديال الوطن راه مزيانه عندنا لقينا شي واحد بلاصه على طبعا في البيت لا هو لا داك اللي جاب تفاهمنا سي غير شخصي تاكد عليها وتحافظوا على النظافه ديالها وتحافظوا على التجهيزات باش اللي خالف داك الشيء تسحب ليه السفر تفهمنا ونتمنوا لكم الخير والتيسير مبادره زوينه ومخيره ومضرقين على الشمس والشتاء والنقا نعم سيدي وعندنا بلايصنا هما وعندنا فريكو فاش نجلسوا نعم سيدي والله ينصر سيدنا هذه مبادره حسنه وزوينه شنو الرساله للاخوان اللي معاك هنا؟ الاخوان ديالنا فرحانين فهمتيني وكل واحد وبلاصتو ومقادين وهادشي نقي ونعم سيدي بلا بابو فهمتيني ها هو فين تنقي الحوت وداكشي نقي نعم سيدي والله ينصر سيدنا سيدي. الا مبادره طيبه جيده ان شاء الله يا ربي نتمنوا من الله حتى الناس اللي كاينين هنا يتعاونوا معنا وما نكونوش النظافه نحافظوا باش يكون داكشي بغينا السوق ان شاء الله يكون احسن في احسن يضرب به المثال يا ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم ونتمنوا الناس مبادره جيده والله ينصر سيدنا والناس اللي سهروا على القائد اللي ضرب تماره زعما خدم واحد العمل جبار ونتمنوا ان شاء الله الخير يا ربي والله يرحم ليهم الوالدين دوزنا الشتاء دوزنا برد دوزنا ما خلينا عانينا بزاف والحمد لله هذا كنستاهلو هادشي اللي عطاونا حنا كنستاهلوه صبرتو صبرنا الصبر ما فيه الكفايه والحمد لله والساكنه هما راه خاصهم السوق خاصنا هاد السوق ضروري كاع هاد السوق ضروري خاصنا وان شاء الله الحمد لله ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الخير الله يوفقكم الله يرحم الوالدين وكنشكركم حتى انتم على هذه المبادره اللي جايين تابعيننا وساهرين معنا الله يرحم لكم الوالدين هي في الصراحه البيع العشوائي ماشي هو السوق النموذجي البيع العشوائي كنا ما كنلقاوش الماء يعني كنلقاو مشكل في الماء وما كانش واحد النظام وكانت السلعه كتكرفص لينا بالشمس ما كانش الظل ما كانش هادي كان شحال من حاجه كنا زعما ضايعين فيها والحمد لله كنشكروا الحكومه وكنشكروا الناس المسؤولين وهادي اللي داروا لينا هذا السوق النموذجي يعني فيه الامان وفيه الماء وفيه الظل وفيه كل شيء ونتمنوا من الله يخدم السوق مزيان ويجيو الناس يتقداو هذه والحمد لله كنشكروا سيدنا الله ينصرو اللي دار لنا هذه المبادره هذه وضروري راه ضروري دابا المحل اللي غادي تسير الكرامه ديالك حتى العمل ديالك يعني كيفاش الشعور ديالك؟ الحمد لله الشعور ديالي راه مزيان لان الانسان دابا حنا تقدم هذا كيتسمى الانسان كيتقدم ماشي بحال ملي كنا في السوق العشوائي كنا مكرفصين وهادي انا الشعور ديالنا الحمد لله مزيان كنشكروا الناس المسؤولين وكنشكروا الجمعيه وهادي اللي داروا لنا اللي زعما وقفوا معنا معايا حتى انا والحمد لله الله يجازيكم بخير الرساله ديالك لخوتك اللي كيبيعوا يشريوا معاك شنو تقول لهم؟ وكنقول لهم زعما نضامنوا مع بعضياتنا ونكون يكون واحد التفاهم بيناتنا وحنا الحمد لله خوت يعني رزقي راه ما غاتديهش ليا ورزقك ما غاديش نديه لك الله اللي كيرزق الانسان اللي غنخدموا ونتمناو من الله يكون غير الخير الانسان خصو ينقي بلاصتو ويجمع الزبل ديالو ويسيق البلاصه ديالو ويكون التفاهم وكل شيء كيبغي قال لك النظافه من الايمان جهه يعني كاين الشمس كاين الغبره كاين بزاف ديال الحوايج اللي يعني ناقصين يعني الجوده واخا تدير الثلج يعني ستبقى ماشي بحال الا كانت يعني بحال كيف تبقى الجودة مزيانة يعني تبقى الحمد لله كل شيء تبقى بخير وعلى خير ونتمناو الحمد لله يكون هاد يكون الحمد لله بخير والحمد لله يكون بخير كثير وننظفوا الحمد لله تكون النظافة زوينة وكل خير موجود والحمد لله نتمناو الله يكون كل شيء بخير الحمد لله نتمناو الله تعالى تبارك ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم